اهلا بيكم. احنا معانا على التليفون الدكتور راجي المقدم، مؤسس اوركسترا الانامل الصغيره، عشان نعرف منه التفاصيل. يا دكتور صباح الخير عليك. صباح الخير، ازي حضرتك؟ حاله من البهجه شفناها وتابعناها مع بعض واحنا بنتابع الفيديو، اكيد نفس حاله البهجه دي كانت موجوده عند الركاب اللي كانوا راكبين القطار الكهربائي. والله دي حاجه اسعدتنا جدا، والله الحمد لله. طيب خلينا بقى نعرف انتوا مين يا دكتور، نتكلم عن اوركسترا الانامل الذهبيه، امتى ابتدت تتاسس؟ ليه اخترت انها تكون من الاطفال؟ الانامل الصغيره. الانامل الصغيره، ليه اخترت انها تكون من الاطفال وابتديت تاسسها من امتى؟ الفكره جت عندي من اول 2010. انا اساسا يعني انا زمايلي الحمد لله ماسكين الحركه الفنيه اللي بيشتغلوا مع المطربين الكبار كلهم، محمد منير وحمائي وكل المطربين الكبار دول، يعني اللي ماسكينهم بقى حته التوزيع والتلحين دول زمايلي. انا من وانا صغير اول ما اتخرجت من الكليه لقيت نفسي حبيت جدا التدريس مع الاطفال، فكنت حابب جدا الفكره وان ازاي تخلي الاطفال تعمل حاجه كبيره. يمكن الواحد كان بيشوفهم كمان على النت بره، في اطفال بره مستغلين استغلال جامد جدا، فقلت انا ازاي يعني احنا عندنا اطفال هم مش احسن مننا. تمام. وقلت نجرب معاهم بقى ايه، احنا يعني هنعمل مش زي بره، هنعمل زي احسن من بره، وقد كان الحمد لله. طيب دكتور، وبالمناسبه الاطفال اللي معايا اللي انت شايفهم دول الجيل الثالث والرابع. انا بدات من اول 2010، ودايما المرحله العمريه اللي انا بحب اشتغل فيها هي مرحله من اول طفل ما يدرك، من اول 4 5 سنين لحد فمعاك اجيال دلوقتي مثلا عندهم 20 سنه ولا حاجه. في ناس اكبر وناس خرجوا او بيطلعوا من بره الانامل الصغيره يخش معايا في اوركسترا ثاني اسمه ميوزيكانا، ده اوركسترا كبار من اول بس سنه 18 سنه فما فوق. طب جات لكم الفكره دي ازاي ان هم يدخلوا القطار الكهربائي ويعملوا حاله البهجه دي؟ هو احنا جربنا قبل كده يعني من اول السنه اللي فاتت ان احنا نعزف للناس فجاه، يعني احنا كنا مثلا عندنا في الميدان المسلى عندنا في بورسعيد، حبينا ان احنا فجاه نفاجئ الناس وهي قاعده في الميدان، فجاه تبص لها انت قاعد في وسط حفله. فدخلنا كده نخش واحد 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 بطريقه اسمها فلاش موب، ففوجئنا جدا بتفاعل الناس والحاله الجميله اللي هم شفناها مع الناس. فقلنا طب خلاص كده الموضوع بقى جميل، جربنا في حاجه ثانيه جربنا، فقلنا خلاص بقى لا ده احنا لازم نعمل بقى ايه الحفلات اللي هي العامه اللي هي الناس مش متوقعه وتشوفك وانت بتعزف، خصوصا بتخلي وخصوصا من اطفال في عمر الظهور بتخلي الحاله جميله وحاله من البهجه وجو من التفاؤل والامل في بكره، لان في اطفال في عمر الظهور بيعزفوا، فبتخلي كل المتلقين كلهم يعني سعداء. طب حضرتك بتقول عندنا في بورسعيد، يعني انت مش من القاهره، اخترت بقى القطار الكهربائي تحديدا ليه؟ احنا كان عندنا احنا اوركسترا لينا الحمد لله لينا حفلاتنا على مسارح دار الاوبرا المصريه هنا وفي القاهره وفي اسكندريه، وبنشترك في مهرجانات. كنا وقتها رايحين عندنا حفله في مهرجان الطبول والفنون التراثيه. ده مهرجان دولي بيتعمل سنويا في القاهره. فكان عندنا حفله واحنا مسافرين من بورسعيد للقاهره، فواحنا مسافرين قلت ايه، انا حتى عملت مفاجاه للولاد اللي كانوا معايا ما كانوش يعرفوا ان احنا رايحين، احنا في محطه المستقبل دي بنعدي عليها عن طريق مصر الاسماعيليه. فقلت لهم ايه، تعالوا يلا انا هاخدكم معايا في حاجه جميله، واخدتهم نزلنا على المستقبل وخدنا الالات وطلعنا المحطه، حتى هم الولاد كانوا مش عارفين، قلت لهم بصوا انا هاخدكم في حته بقى ايه انتوا عمركم ما ركبتوها قبل كده. كان فعلا كانت تجربه هايله جدا للولاد، لان هم مش متعودين يركبوا قطر، لان احنا قلت لك احنا من بورسعيد فمش بيروحوا خالص، هم احنا لما نيجي حتى نروح العاصمه الاداريه بنروحها بالباص على طول. فقلت لهم تعالوا، مجرد ما دخلنا هناك بقى مش عايز اقول لك بقى استقبال الناس لينا كان في المحطه كان ازاي، هم ما كانوش متوقعين. الله. الفكره كلها ان انا كان نفسي دايما ان انا ايه القطر ده انا ركبته كذا مره. فقلت يا الله، طب انا ازاي حدث كبير زي دوت واحنا ما نجيش نشاور عليه ونقول ايه بصوا الحدث ده كبير، ده في مصر ازاي، ده مصر الجديده، احنا ازاي بقى في مصر مش عارفين.
فقلت لا احنا هنعبر عن الكلام ده، وخدت الولاد بالفعل خلاص احنا عملنا بروفاتهم عارفين ان احنا هنعزف بس ما يعرفوش فين، وعملت لهم مفاجاه ويلا احنا هنطلع نعزف في القطار. هم في محطه المستقبل بصراحه كانوا متعاونين جدا وحابين جدا الاطفال. عارفه لما تكون فجاه انت قاعد في المحطه وفجاه داخل لك بقى اطفال اوركسترا، كل واحد ماسك الاله بتاعته، كل واحد ماسك الاله بتاعته، هم تفاجئوا معانا. بس بصراحه وفروا لنا كل سبل الراحه وحافظوا على الامن والسلامه للاطفال. طبعا كانوا معانا في كل خطوه لحد ما ركبنا القطر. لما ركبنا القطر كنا استعدنا طبعا ان احنا هنعزف، هم اخذوا طبعا بالتليفون كل الموافقات ان احنا ازاي الاداره ان احنا نعزف جوه القطر. فخلاص اتفقنا ان خلاص هنعمل ده جوه القطر تمام، ورحنا داخلين القطر وتوكلنا على الله في ايه؟ في نعزف. اول ما عملنا في حاله من البهجه طبعا. انا شفتها في كل المكان اللي احنا فيه، من حتى من الامن اللي كانوا واقفين، من الركاب اللي كانوا شافونا. بصراحه يعني احنا واحد ما توقعش رد الفعل للدرجه دي لما بالحدث اللي هو عمله. احنا لما بنركب المترو يا دكتور راجي، لما بنركب المترو ونلاقي مثلا في شاب مثلا بيغني او بينشد او اي حاجه احنا بنتبسط، فما بالك بحاله البهجه المكتمله في فرقه كامله بتعزف. زي ما حضرتك قلت ان كان في ردود فعل كبيره من الناس، الناس كانت حاله من البهجه، الناس كانت مبسوطه. ودايما الفنان لما بيكون في حفله مثلا وبيشوف رد الفعل من الجمهور ده بينعكس عليه في ابداعه. قول لي رد الفعل بتاع حاله البهجه ده على الاطفال او الفنانين بقى، مش هنقول الاطفال يعني، رد الفعل عليهم كان عامل ازاي؟ والله احنا كنا في قمه سعادتنا. مش عايز اقول لك احنا لو كان طلب مننا نعزف طول اليوم الموضوع كله كان معمول بالحب. الطفل اكتر حاجه بتتاثر باللي حواليها، ما ينفعش يبقى طفل وتبص تلاقيه مثلا ايه يعني طفل لو جه يسلم عليك وحضنك اعرف ده ما فيش فيه رياء. الطفل ده بقى حاجه نظيفه كده، حاجه بيور، حاجه من عند ربنا. فما بال بقى لما تحس ان انت الناس شجعتك والناس حيتك وتشوف انت الـ 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 الحاله الجميله في عيون الناس اللي حواليك والناس لما تيجي تسقف لك. لا لا بصراحه كان عشنا لحظات جميله. والاحلى من لما احنا نزلنا الفيديو اترفع على الفيسبوك ولقينا رد الفعل الكبير قوي من الناس. مش عايز اقول لك الولاد كلهم كانوا في قمه السعادة وعندهم استعداد يقرروا الموضوع والجو دوت. انا من اللي احنا شفته من سعادة الناس قلنا خلاص احنا يعني في دي مبادرة ومش هنسيبها، اللي هي مبادرة موسيقى في كل مكان. احنا لازم بقى في كل حتة ينفع نشوفها لازم نعمل فيها حالة من البهجة والسعادة عن طريق الموسيقى. أكيد. طيب ده يخلينا بقى نسأل سؤالين. أول حاجة حفلتكم الجاية هتكون فين؟ والمشروع التاني اللي نفسك تصور فيه فيديو شبه ده هيكون فين؟ أولا احنا حفلتنا الجاية إن شاء الله يوم 29/6 في مسرح معهد الموسيقى العربية. ده أحد مسارح دار الأوبرا المصرية، وده حفلة نتمنى فيها الناس تشرفنا وتشوف الأوركسترا بوضعها الطبيعي على الستيج بقى، وبرنامج كبير مش بتبقى حاجه صغيره، حاجه خاطفه. الحاجه الثانيه احنا المشروع بتاعنا اللي هو المبادره بتاعت موسيقى في كل مكان دي انا نفسي اعملها في كل حته في مصر، كل حته لها علاقه بالحضاره، كل حته تعبر عن مصر. لان احنا مش كافي ان احنا نعزف وبس، لا ده احنا نعزف ونعزف كمان الحاجات القديمه اللي هي بنعمل فيها حفظ للهويه. انت متخيله لما يبقى المتلقي شايف الاطفال المصريه هي اللي بتحافظ على الهويه بتاعتها والهويه المصريه من خلال الاعمال الموسيقيه بتاعتها. كل الشكر لحضرتك دكتور راجي المقدم مؤسس اوركسترا الانامل الصغيره.